سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. قلوبنا فرحانا، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتنا برضاكم لبيتوا دعوانا، وإحنا يا بلقاكم قلوبنا فرحانا، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. أعطيني الإعلام هذاك، أعطيني الإعلام هذاك، يلا أعطوا لي الإعلام، أعطوا لي الإعلام. يلا حكمونا الإعلام هذا دركا. مدام مدام تعال تعال وليدي، جيبوا 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 جيبوا، تعال وليدي، تعال 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 تعال. واسمك ولدي؟ عبد السلام. عبد السلام، شحال في عمرك؟ 10. 10 أيام؟ 10 سنوات. الله يبارك. عبد السلام كفيف، تقرا مليح ولدي؟ نقرا مليح. شوفوا عبد السلام كفيف ويقرا مليح يا احبائي. عبد السلام عنده اراده كبيره 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 جدا. انتم تاني لازم تاخذوا المثل من عبد السلام. يلا خليونا عبد السلام يبقى معنا. تقدر توقف؟ هيا وقف معنا. يلا ابقى معنا مدام. كاين اغنيه مدام لحقنا للوطنيه وحب حب الجزائر، لازم نغنوا علم الجزائر. اي صفحه علم الجزائر؟ صفحه يلا 29. برافو عمو يزيد. يقول في هذه الاغنيه: علم الجزائر يا رفيع الشان، اشرف ورفرف زاهي الالوان، في حلة من لؤلؤ وزبرجد مواشية، في هلالك المرجان، فوق الإدارة الشوامخ للعلا، وعلى قلاع جندنا الشجعان، تشع الكواكب لامعا متلألئا، وعلى الصخور تعته العقبان، يا ضوء بصيرتي ونور بصيرتي، يا عز نفسي وهوى وجداني، لأسخرن لك الجوارح كلها، ولخدمنك خدمة العبدان. علم الجزائر، تغنوا معي علم الجزائر. يلا صفحة 29. يلا علم الجزائر يا رفيع الشان، أشرف ورفرف زاهي الألوان، علم الجزائر يا رفيع الشان، أشرف ورفرف زاهي الألوان، في حلة من لؤلؤ وزبرجد مواشية، في حلة من لؤلؤ وزبرجد مواشية، في هلالك المرجان، فوق الإدارة الشوابخ للعلا،
على قلاع جندنا الشجعان، تشعل الكواكب لامعاً متلألئاً، وعلى الصخور ذاته العقبان يا ضوء بصيرتي ونور بصيرتي، يا عز نفسي وهوى وجداني، لو سخرن لك الجوارح كلها ولاخدمنك خدمة العبدان. علم الجزائر، علم الجزائر، علم الجزائر، علم الجزائر يا رفيع الشان، أشرف ورفرف زاهي الألوان. علم الجزائر يا رفيع الشان، أشرف ورفرف زاهي الألوان، في حلة من لؤلؤ وزبرجد مواشية، في حلة من لؤلؤ وزبرجد مواشية، في هلالك المرجان فوق الإدارة الشوامخ للعلا، وعلى قلاع جندنا الشجعان تشعل الكواكب لامعاً متلألئاً، على الصخور ذاته العقبان يا ضوء بصيرتي ونور بصيرتي، يا عز نفسي وهوى وجداني، لو سخرن لك الجوارح كلها ولاخدمنك خدمة العبدان. علم الجزائر، علم الجزائر، علم الجزائر. أحبائي، الإنسان في الحياة نتاعو لازم يكون عنده أهداف، ولازم يكون عنده انتماء. على بالكم بكري، بكري القبائل، بكري في العصور القديمة كانوا لما يحبوا يعاقبوا إنسان، يعني واحد يدير غلطة في القبيلة واش يديروا له؟ ينفيوه من القبيلة، اللبانيس يقولوا له روح ما راكش منا، خلاص هذيك هي العقوبة تاعو، ما يضربوه ما يقتلوه ما يسجنوه، يقولوا له تروح من القبيلة. أحبائي، الانتماء مهم جدا، شرف كبير أننا نقول إحنا جزائريين. يا أخي أحبائي، سمع لازم نغنو جدتي ولا كيف؟ مرحبا بك، تعال. الميكرو قول لهم شكي باغي تقول، يلا. أحا نشكر ناس زرتانا ورئيس البلدية، وعندكم رئيس أروع رئيس في قطر الجزائر، هدوها من عندي هذه، وهذا وليدكم تهلاو فيه بزاف بزاف، وتحيا شهداء 1.5 مليون شهيد، وراكم معززين مكرمين في بلادكم، أروع بلاد في الجزائر. نهضر معاك في الفيسبوك عرب اللي انا نهضر معاك. خلاص مرحبا بك يا العربي، خلاص ربي يخليك، راك راس فوق الراس، ربي طول عمرك، ربي يخليك. البلديه فور يا ربي. والله ملي جينا، ملي جينا ما شفنا غير الخير، والله العظيم كما كنت متصور نزل فنا كما سبنا اليوم، والله يعطيكم الصحه، والله ربي طول عمرك، ربي يخليك، ربي يخليك، مرحبا بك. خلاص خلاص ما ننساكش، ربي يطول عمرك. رسالة، يلا رسالة. أوه شحال طويلة، راح نقرأ مباشرة. دوك ردوا بالكم كي تبعثوا لي الرسائل، عمو يزيد ما يعرفش لا سونسور، ما يعرفش أنا ما نقص والو. إذن أنا اسمي سندس، لقبي هيدب، وأنا أشاهد فيك في الهاتف والتلفاز، وأنا أحبك يا عمو يزيد، أنا أتمنى أن أكون معك. الله يبارك بنتي سندس، الله يبارك. إذن سندس بنتي رسالتك وصلتنا، وعمو يزيد رح يحتفظ فيها. وين راهي؟ هذه يا سندس، ها عندها رسالة تانية، ها وش بيها؟ تعالي تعالي تعالي، روحي بنتي، إلا فيها هدية جيبوها، لما فيهاش هدية ما كلا. عمو يزيد يحب يضحك معكم برك، تعالي بنتي طلعوها طلعوها، تعالي تعالي، يلا يلا يلا، تعالي تعالي،
روحينا هدرو معاك، روحينا هدرو معاك. انت يا ماما قالت لك اعطي له، طلعتي هكذا السنة نديرو شوية بروتوكول، شوية نشوقوا الناس، نديرو تشويق، فهمتي؟ واسمك بنتي؟ سهيلة. سهيلة شحال في عمرك سهيلة؟ 6 سنين. الله يبارك، شاطرة. شكون تحبي، ماما ولا بابا؟ بابا. ويا يحبوا كاع باباهم. و الأم هي تدي، هي تجيب، كي يمرض هي اللي تسهر، هي اللي هي اللي تطيب، هي اللي ترسل له حوايج. ما تقولوا شكون تحب، يقول لك بابا. ها أنت ماما، شكون ماما؟ شكون ماما؟ صح، هبطوا هبطوا هبطوا. شكون بابا؟ خلاص أنا متوازنين. يا لب تي بابا، أنتو كان لازم تقولي بابا، ورفتك فوق كتافه ما بقاش. الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك. تعالي بنتي، واش كي رفتها في يدك؟ هدية. هدية لمن؟ ليك. لي أنا. الله يبارك، هدية جميلة، صنع تقليدي. والله الإنسان لازم يعتز ببلاده وبالتقاليد تاع بلاده والعادات تاع بلاده. إذا احتفظوا لنا بالهدية هذه في أجمل مكان، أجمل 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 مكان. وش رأيكم تاني؟ نعطيكم سؤال. تحبوا الأسئلة؟ تحبوا الهدايا؟ استناوا، تحبوا الأسئلة؟ تحبوا الهدايا؟ أرى الهدايا أكثر. إذن أحبائي، السؤال يقول، هو سؤال سهل وصعب في نفس الوقت. شكون اللي يقدر يقول لي وقتاش اليوم العالمي للحماية المدنية؟ سهلة هذه لا؟ وقتاش اليوم العالمي للحماية المدنية؟ أطفال أطفال يجاوبوا فقط. يلا شكون تعرف؟ يلا عطوها الميكرو. فيفي أعطينا الميكرو للشابة هذه. واسمك؟ نسيبة. واسمك؟ نسيبة. نسيبة شحال في عمرك نسيبة؟ 14. 14 14 واش يا بنتي؟ شحال في عمرك؟ 4. ها واليوم 4 سنين. واليوم العالمي للحماية المدنية وقتاش؟ 14. لا لا اعطي له الميكرو، ربي يكتبها لك. ها يلا اعطي له. واسمك؟ اعطي له اعطي له. واسمك ولدي؟ ايوب. ايوب شحال في عمرك ايوب؟ 14. 14 واش عام؟ قرب الميكرو ايوب. 14 نعم. الله يبارك ولدي، قريت مليح ولا شويه؟ ايه قريت مليح. ايه الله يبارك الله يبارك. وقتاش اليوم العالمي للحماية المدنية؟ 1 ماي. واحد واش؟ 1 ماي. مارس مارس. لا اعطي له الميكرو يعاود لنا الجواب. وقتاش اليوم العالمي للحماية المدنية؟ 1 ماي. لا لا اعطي له الميكرو. هي اللي غلطتك. شكون اللي غلطك؟ باسكو مع الاول كنت صحيح. شفت الانسان على بالكم يا اطفال في الامتحانات في الامتحانات بالمرات الطفل لو يدير في الامتحان بعد يشوف صاحبه يشوف الجواب تاع صاحبه يقلده. لا لا ما لازمش، لازم تدير الجواب تاعك. يلا شكون؟ شوف الشاطر هذا. يلا 1 مارس. واسمك ولدي؟ بلال. بلال شحال في عمرك بلال؟ 12 سنة. وقتاش اليوم العالمي؟ 1 مارس. وقتاش سنة نكمل؟ سنة نكمل السؤال. وقتاش اليوم العالمي للحماية المدنية؟ 1 مارس. 1 مارس. تعال تعال برافو، تفق عليه تفق عليه تفق عليه. عمو يزيد دار أغنية تقدير لرجال الحماية المدنية. رجل الإطفاء عمو يزيد يقول: ما أروع رجل الإطفاء، ما أروع رجل الإطفاء، ينطلق فور الإنذار، ينطلق فور الإنذار، وصول كفيلا من دون استغناء على استعداد ليل نهار. ما أروع رجل الإطفاء. أحبائي تعال تعال نعطوك الهدية تاعك ونبدأ الأغنية. ما أروع رجل الإطفاء، ينطلق فور الإنذار، كفيلا من دون استغناء على استعداد ليل نهار.
أحبائي رجل الحماية المدنية، رجل شهم، وين تسيب انت واحد يدخل في وسط النار باش ينقذك؟ أحبائي هذه تحية تقدير وإجلال لرجال الحماية المدنية. تعال وليدي، تعال تعال، عاود ذكرنا باسمك. بلال. بلال شحال دوك انا حكمتك انا غير انا وياك، شحال جبت المعدل؟ سبعة. سبعة على واش؟ على عشرة. سبعة على عشرة، الله يبارك، قرب مليح ولدي، والمرة الجاية كي نجي نسيب كتر. الله يبارك، اعطيه الهدية تاعو. إذن بلال تفضل، هذه هدية من عند رامي راعي حصة مع عمو يزيد وراعي برنامج مع عمو يزيد، إن شاء الله تستفاد بها. تفضل ولدي، يلا شكرا. إذن ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار كفيلا من دون استغناء على استعداد ليل نهار. يلا ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار، ينطلق فور الإنذار كفيلا من دون استغناء على استعداد الليل نهار، على استعداد الليل نهار. ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار، ينطلق فور الإنذار كفيلا من دون استغناء على استعداد الليل نهار، على استعداد الليل نهار. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، شجاع باسل شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. يقتحم ألسنة النار في يده خرطوم الماء، يا له من بطل مغوار ينقذ أطفالا ونساء، ينقذ أطفالا ونساء. يقتحم ألسنة النار في يده خرطوم الماء، في يده خرطوم الماء، يا له من بطل مغوار ينقذ أطفالا ونساء، ينقذ أطفالا ونساء. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، شجاع باسل شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. يقوم بمجهود جبار عمل شاق فيه عناء، عمل شاق ويجازف رغم الأخطار وهب لنا النفس فداء، وهب لنا النفس فداء. يقوم بمجهود جبار عمل شاق فيه عناء، عمل شاق فيه عناء ويجازف رغم الأخطار وهب لنا النفس فداء، وهب لنا النفس فداء. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، شجاع باسل شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. تحملت شتى الأعباء لخدمة ومنع الأضرار، فأنت مثل العظماء ورمز من ذوي الأخيار، ورمز من ذوي الأخيار. تحملت شتى الأعباء لخدمة ومنع الأضرار، لخدمة ومنع الأضرار، فأنت مثل العظماء ورمز من ذوي الأخيار، ورمز من ذوي الأخيار. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة
شهم بطل أنت يا رجل الإخبار. شكرا شكرا. شجاع باسل شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. أحبائي بالمناسبة تقدير لرجال الحماية المدنية وكذلك تقدير لرجال الدرك الوطني لأنهم حاضرين معنا اليوم وسهرين على الأمان والأمن تاعكم. تحية أحبائي من فضلكم. تحية 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 كامل كامل كامل. شكرا 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 شكرا. أحبائي أجهزة الأمن سهرة على راحة المواطن، هذا شيء مفروغ منه، لذا يجب دائما دائما احترام أجهزة الأمن. وش به؟ هبي يجي عندي نديه معايا ولا نعود نرجعه لكم؟ إلا نديه عطوه لي، أعطيه لي أمالها هتات. ماما أنا خصني طفل صغير قتل ولادي كبروا كاع، خصني واحد صغير تيتاني. لا لا واحد بارك، لا لا لا, لا. واحد وراح بدا يخا. أروح تعال أروح أروح. ألور واسمك؟ أرواح 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 باش نتفاهموا هنا من بعدك على ماما وبابا باش نقدر نتفاهم معاك. واسمك؟ واسمك؟ نجابلي. واسمه؟ جليل. شحال في عمرك جليل؟ جابلي. على بالنا جليل شبي جليل جابري جابري جليل جابلي ما جابلي والو بصح. شحال في عمرك؟ جابلي. عمرك جابلي مسح ما جبت لي والو. اي اقعد معنا ديولو مكاني اقعد معنا من بعد ندوك معنا. مليسا خليه قدامك هكذا باش من بعد ندوه او عطاه لنا. خلاص يا اخي تجي معنا تجي مع مو يزيد. تروح معايا ولا ترجع عند ماما وبابا؟ جي معايا من بعد روحوا. جابلي ما جابلي والو معليش. هيا قعد معنا. يلا كاين جمعيه لحمايه الطفوله حبوا يقول لكم حاجه. تفضلوا 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 اعطوهم تحيه. احنا كل ما يتعلق بالطفل لازم نحيوه. يلا يلا تفضلي تفضلي. شكرا مدام وشراك. لاباس بخير وشراك. الحمد لله لاباس الحمد لله يسلمك. جمعيه حمايه الطفوله تاع الزفاره تفضل تكلم معهم. بسم الله السلام عليكم. نشكركم على هذه الاستضافة ونشكروا على هذه المجهودات اللي قدم فيها عمو يزيد ونشكرك جزيل الشكر وبارك الله فيكم ومرحبا بك. تتقدم هذه الجمعية حماية الطفولة بزلفانة شهادة شرفية وتقدير إلى عمو يزيد. وعطونا تصفيقة حارة على عمو يزيد. فوالا عاودوها بارك الله فيكم. شكرا. انا نقرا انا نوري لكم ونقرا انا حاجه ما نخبيها والو. اقعدوا حتى نقراو باش تشوفوا نطرقكم ولا لا يا اخي. والله عمو يزيد يعتز لانه هذه التشريفات وهذه التكريمات هذو الجمهور هو الاولى بهم لانه الجمهور هو مراه الفنان. نقرا لكم الشهاده. بطعم التميز والأفكار التي تحمل الفكاهة وبصمة المشتاق وتنثر أزكى التحايا وأجملها وأنداها تقدم جمعية حماية الطفولة والتسلية وتبادل المخيمات الصيفية بزلفانة لولاية غردايا بمناسبة العطلة الشتوية وزيارتكم الطيبة لمدينة زلفانة. نقدم هذه الشهادة لعمو يزيد وهذا لإدخاله البهجة والسرور لأطفال بلدية زلفانة ولاية غردايا. شكرا 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 أحبائي شكرا. أحبائي حب الوالدين لا يعوض لا يعوض يا أحبائي لا يعوض. ولكن أنا نظن بلي شكون جابوا معدلات أكثر من 9 هنا؟ شكون جابوا أكثر من 9 أكثر من 9 وأكثر من 18 على 20. عمو يزيد راح يغني لكم أغنية مبروك النجاح عليكم. هذه أغنية درناها خصيصا للنجاح في الامتحانات. وهنا شكون اللي جابوا أكثر من 9 أكثر من 18 ثاني؟ الله يبارك الله يبارك الله يبارك. شاطرين شاطرين شاطرين. شكون ثاني؟ أنت ثاني شحال جبتي؟ 9.68. واو 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 شاطر
79. الله يبارك الله يبارك. أحبائي أحبائي، عمو يزيد يحب الأطفال اللي يقراوا مليح، والأولياء تاعكم كذلك. على بالكم أجمل هدية تقدر تقدمها لوالديك هي أنك تنجح، هي النجاح. إذن أغنية مبروك النجاح عليكم، عمو يزيد يقول فيها: بذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال، وسهرت ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحت، وياك اللي تعبي نال، ياك اللي تعبي نال. بذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحت، ياك اللي تعبي نال. بذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال، سهرت ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحت، ياك اللي تعبي نال. مبروك النجاح عليكم، واه واه يا شاطرين، واه واه يا شاطرين، ورفعت ريسان والديكم راهم بيكم فرحانين، راهم بيكم فرحانين. مبروك النجاح عليكم، واه واه يا شاطرين، واه واه يا شاطرين، ورفعت ريسان والديكم راهم بيكم فرحانين، راهم بيكم فرحانين. أبذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال، سهرت ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحت، وياك اللي يتعبي نال. بذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال، وسهرت ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحت، وياك اللي يتعبي نال. هقدت واللي عندك قيمة تبني مستقبل حياتك، تبني مستقبل حياتك، ونشوفك ديما في القمة، وتكون مفخرة بلادك، وتكون مفخرة بلادك. هقدت واللي عندك قيمة تبني مستقبل حياتك، تبني مستقبل حياتك، ونشوفك ديما في القمة، وتكون مفخرة بلادك، وتكون مفخرة بلادك. أبذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال، سهرت ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحت، وياك اللي يتعبي نال. أبذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال، وسهرت ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحت، وياك اللي يتعبي نال. نجاحكم هو الأساس، لعبوا بالشهادة أخرى، لعبوا بالشهادة أخرى، باكالوريا وزد لي صاص، وإن شاء الله تاني دكتوراه، وإن شاء الله تاني دكتوراه. نجاحكم هو الأساس، لعبوا بالشهادة أخرى، لعبوا بالشهادة أخرى، باكالوريا وزد لي صاص، وإن شاء الله تاني دكتورة، وإن شاء الله تاني دكتورة. أبذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال، سهرت ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحت، وياك اللي يتعبي نال. أبذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال، وسهرت ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحت، وياك اللي يتعبي نال، ياك اللي يتعبي نال، ياك اللي يتعبي نال. أحبائي، ما كانش نجاح بدون تعب، ما كانش نجاح بدون مثابرة، يجب المثابرة يا أحبائي. أحبائي، تحبوا الأسئلة؟ نعطيكم سؤال سهل ولا صعب؟ سهل. شكون يحب سهل يرفد يدو؟ شكون يحب سؤال صعب يرفد يدو؟ أنا يلا إذن، وش سؤال سهل؟ نعطيكم سؤال سهل وسؤال صعب. يلا، السهل والصعب. في أي سنة، معلش، وش هو رقم ولاية غردايا؟ 47. 47 يا أخي، 47 مش 47 والو، شحال؟ 44 شحال؟ شوف ايش علي تقول هذه؟ 47. وانتي؟ 44. زيد؟ 47. 47 يا بنتي، 44 ولاية عين دفلة الجميلة كذلك.
44 واش؟ ايه ماشي غير لزام. معليش، ولكن السؤال ماشي هذا، سؤال اصعب شويه، سؤال شويه اصعب. الولايات في الجزائر دركا راهم 48، في سنه من السنوات صبحوا 48، قبل ما يكونوا 48 شحال كانوا، وفي اي سنه صبحوا هذاك العدد اللي كانوا فيه من قبل؟ ماشي تاع 48، لا 48 في سنه. ولا نقول لكم حاجه، نعطيكم سؤال سهل بسيط، يلا في اي سنه صبحت غردايه ولايه؟ يلا هي 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 هي. يلا في اي سنه صبحت ولايه غردايه ولايه؟ باش نروحوا للشطر الثاني الاصعب، هذا سهل. شكون شكون شكون؟ شوفوا الشطر هذا، تعرف اما ما قالت لك تعرف؟ 2046. ما فهم 2046، ما نكونوش ما عايشين 2046. في 2000. نعم، ولاية غردية الجميلة والكبيرة والمضيافة والعظيمة في 2000. يا وليدي لا لا، ما يزعفوا ما يحبوش يا وليدي. غردية ولاية عظيمة وكبيرة. يلا شوفوا منا، شوفوا الشاطر هذا، الشاطر هذا، هذا هذا هذا. يلا واسمك ولدي؟ حسام. حسام شحال في عمرك؟ 15. 15 سنة. 15 سنة، الله يبارك ولدي، الله يبارك. قريت مليح؟ شوية شوية. الوالدين ربي يعطيكم الصبر، على بالك والديك يكونوا، ولكن وعدتهم بلي تقرا مليح ولدي؟ ايه سير؟ ان شاء الله. ماما أنا وعدني، وعدتني؟ ايه. المرة الجاية نسقسيك. ان شاء الله. هاي الله يبارك. وقتاش صبحت غردايا ولاية؟ 1984. 1984 84. تعالى برافو برافو برافو، هذا هو السؤال السهل. 1984. ولكن السؤال الصعب ماشي هذا، ماشي هذا. شحال كانوا قبل ما يصبحوا 48 ولايه؟ شحال كانت من ولايه في الجزائر؟ وفي اي سنه صبحت هذاك العدد؟ يعني ماشي 84، ماشي 1984، قبل. شكون اللي يقول؟ قلنا قبل 84، قولي 86. يا ابني يا ابني، فهموا السؤال، فهموا السؤال، نصف الجواب. إذا أحبائي شكون اللي عنده جواب؟ تعرفي؟ أعطي الشطرة هذه فيفي، أعطي الشطرة هذه. بنتي واسمك؟ اسمي منى دعاء الرحمة. اسمك طويل يا بنتي، احنا كيفاش نعيطوا لك؟ دعاء. دعاء الله يبارك، خطر اسمك طويل بزاف. وصحاباتك كيفاش عيطوا لك دعاء؟ ايه. الله يبارك، شاطره في الدراسه بنتي؟ نعم. الله يبارك. شحال كانت من ولايه قبل ما تصبح 48؟ ست سنة. ست بعد الاستقلال. لا 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 لا، حبسي حبسي. انقسمت الجزائر. لا 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 لا، ما كانش هذا هو السؤال، راح تدخلي فيه. ست ولايات. شحال؟ ست ولايات. لا 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 لا، قبل ما تكون 48 شحال كانت؟ يلا شوفي الشطرة هذه. واسمك بنتي؟ سعيدة. سعيدة، يلا سعيدة. كانت 48 سنة. 24. لا لا مشي 24، لا لا مشي 24. شوفوا لنا الشطرة هذه، شوفوا لنا الشطرة هذه. يلا ما تنساوش السؤال فيه شطرين، شحال كانت من ولاية وفي أي سنة؟ واسمك بنتي؟ ضحى. ضحى؟ واسمك بنتي؟ ضحى. ضحى الله يبارك، شحال في عمرك ضحى؟ 10 سنوات. 10 سنوات، شحال كانت من ولاية قبل ما تصبح 48؟ 46. زعما زدنا غير جوج ولايات احنا، الجزائر العظيمة والكبيرة، ما نزيدوش بالزوج، احنا نزيدو أكثر. جزائر كبيرة جدا، الجزائر راهي عندها مساحة تاع قارة. يلا نشوفوا منا. واش ما تزعفش ما تزعفش ما تزعفش ما تزعفش، هيا رجعوا لعندو، او زعف رجعوا لعندو. فيفي ارجعوا منا، ارجعوا، او زعف عليكم، ارجعوا، قال لكم كيفاش تروحوا، ارجعوا، حنا ما يزعف حتى واحد اليوم. يلا 31. السنة السنة ويحفظ فيه. كملت؟ ما سمع انت تحفظ فيه. واسمك ولدي؟ الاخضر.
الاخضر شحال في عمرك الاخضر؟ 13. شوف الميكرو، الميكرو الاخضر. 13 يوم سنة. سنة شاطر في الدراسة؟ نعم. نعم تاعك ما قنعنيش. نعم نعم ياسر قول نعم. إذا ولدي شحال كانت من الولاية قبل ما تصبح 48؟ 31. الله يبارك. 31 في أي سنة صبحوا 31؟ 79. شحال؟ هذا الشيء بالمعاونة والمساعدة وجمعية خليني شاطر معك والناس كاع راهم معك يقولوا لك. هيا 1900 62. لا 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 84. ها 84. 84 صبحت 48 ولاية، ولكن وقتاش صبحت 31؟ 84. وقتاش؟ 1984. لا لا أحبائي، كانت 31 ولاية قبل ما تصبح 48. في سنة 1974 أصبح في الجزائر 31 ولاية، حتى لسنة 1984 باش صبحت 48 ولاية، منهم ولاية غردايا الجميلة. يا أخي أحبائي تعال أرواح، شحال جبت معدل؟ 11. والمرة الجاية كيفاه؟ جيب أكثر؟ جيب أكثر؟ وعدت والديك؟ نعم. وعدتهم؟ نعم. لازم الوفاء بالوعد. هاي برافو. اعطيني الهدايا تاعهم. اذا الاخضر وحسام تفضل. الاخضر رامي راعي برنامج مع عمو يزيد، حسام شيبس مهبول راعي برنامج مع عمو يزيد، يعطوك هذه الهديه المتواضعه ان شاء الله تستفادوا بها. شكرا. شكرا. صح يعطيك الصحة. الله يخليك الله يخليك، يعطيكم الصحة. برافو أحبائي. ومازال سؤال آخر طويل، هذاك الوعر هذاك، شحال كانوا قبل ما يكونوا 31 وفي أي سنة؟ سهلة ولا وعرة؟ معليش تقولوا لنا برك شحال كانوا قبل ما يكونوا 31؟ لا 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 في سنة 1900 عرفتوها كاع؟ ندور منا شوية. يلا عطونا الإجابة، شوفي في معهم، ندوروا شوية منا. 31 ولاية ثم تاني. إذن شحال كانت من ولاية قبل ما يكون 31؟ برك هذا هو السؤال، حاجة سهلة بسيطة. يلا شوفوا الشطرة هذه. واسمك؟ عائشة. عائشة شحال في عمرك؟ 12 يوم؟ سنة. سنة الله يبارك. شحال كانت من ولاية قبل ما تصبح 31؟ 17. لا 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 لا، شوفوا الشاطرة هذيك ليل هيك. الحجة صورنا سامي، صورنا الحجة، تعطينا دعوة الخير، أعطينا شوية دعوة الخير يا الحجة. الله يخليك. حشمت حشمت معليش، مرحبا بك الحجة، مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك. شوفوا شوفي الشاطرة هذيك، أعطينا الميكرو. إيه أنت يا، واسمك؟ اسمي شيماء. شحال في عمرك شيماء؟ 9. 9 أسابيع؟ 7 سنوات. سنوات الله يبارك. شحال كانت من ولاية قبل ما تصبح 31؟ 19. 17. لا لا شحال في عمرك؟ 12. 12 يوم؟ سنة. سنة. واسمك بنتي؟ الحمودة خديجة. خديجة الله يبارك بنتي، شاطرة في الدراسة؟ نعم. لازم تقراي مليح إن شاء الله. شحال كانت من ولاية في الجزائر قبل 31؟ 15. 15 ولاية. تعالي 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 بنتي تعالي. أرواحي تعالي تعالي تعالي. أرواحي أرواحي. لا لا أرواحي عند عمو يزيد. هاوليك هاوليك عمو يزيد. هيا دوري منا. واش راكي دير بوسة لعمو يزيد؟ واسمك بنتي؟ واسمك؟ بيومة. تحبي عمو يزيد؟ الله يبارك. هاي يلا اسكو تخاف من فوالا. إذن وراهي الشطرة هذه، تعالوا. يلا. تعالي بنتي، أعطيني الهدية تاعها. إذن بنتي 31 ولاية، ومن بعد صبحوا 48، ولكن قبل ما يكون 31 كانوا 15 ولاية. شكرا شكرا.
إذن بنتي شيبس مهبول راعي برنامج مع أمو يزيد وراعي هذا الحفل يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تستفدي بها. نعم. نعم. شكرا. العفو. تعالوا. مرحبا 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 بك. اروح اروح تعال تعال. واش فيك لاصق في ماما هكذا؟ روح منا روح منا روح منا روح منا. واسمك؟ حمودي. حمودي حمودي كيفاه؟ لقبك كيفاه؟ تحب عمو يزيد بزاف ولا شويه؟ بزاف. الله يبارك. تفضلي مدام. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بمناسبة زيارة عمو يزيد لمدينة زلفانة، ارتأى البلدية أن تقدم هذه الشهادة التي هي شهادة تقدير وعرفان. يتشرف السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية زلفانة وباسم كافة أعضاء المجلس وجميع مواطني البلدية أن يتقدم بهذه الشهادة للفنان القدير صديق الأطفال عمو يزيد، وذلك وذلك تقديرا لمشاركته القيمة في الفعاليات الفنية والتربوية المقامة بمدينة الحمامات زلفانة. ربي طول عمرك. شكرا. هذا التكريم كذلك أهديه لكم لكم اللي كنتوا في القمة اليوم 10/10. شكرا. تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. شكرا عمو يزيد، وفرحتنا الدراري وفرحتنا الأولاد كاملين، ونتمنوا تجي خطرة واحدة أخرى وربي يحفظكم كاملين. نحبك عمو يزيد بالبزاف، ونشكرك اللي فرحتني. نشكر عمو يزيد اليوم جانا لمدينة زلفانة فرحنا الأولاد صغار. شكرا. شكرا بالبزاف يا عمو يزيد. مرحبا بكم في زلفانة كي جيتوا، وإن شاء الله نتمنى يعني تفوتوا معنا وقت مليح، وإن شاء الله عجبتكم البلاد، وإن شاء الله نتمنى تعاودوا ترجعوا لينا. عجبني اليوم عمو يزيد مليح مليح، ونتمنى أنه يعاود يجي لزلفانة هنا. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد. حمل التطبيق من البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل فعل التطبيق واكتشف كل اللقاءات، كل الحصص، كل الحفلات وأكثر.